كلما ارتفعت جودة المعلومات التي يستند إليها القائد في اتخاذ قراره، ارتفعت مثلها فرص اتخاذ القرار الجيد. محمد بن راشد آل مكتوم. من هذا المنطلق حرصت القيادة في دبي على التخطيط بأسس علمية والاستناد إلى معلومات تعكس صورة دقيقة للواقع. لذا فقد بزغ نجم مركز دبي للإحصاء ليكون المحرك والداعم الإحصائي لعمليات التخطيط وصنع القرار في دبي. يصدر مركز دبي للإحصاء المؤشرات والإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية الرسمية للإمارة بدقة وموثوقية عالية، ويعتمد في عمله الفني على المعايير والمنهجيات والتصانيف الإحصائية الدولية. ولم يتوقف عند هذه النقطة، بل توسع لينشئ نظاما متكاملا لتنفيذ مسوح استطلاعات الرأي في مختلف المجالات. يرتكز المركز في عمله على جمع البيانات ميدانيا أو سجليا وفقا لطبيعة كل بيان إحصائي، فالتعدادات والمسوح الاقتصادية والاجتماعية تغطي جميع المناطق الجغرافية للإمارة، كما وتتدفق البيانات السجلية من مصادرها الإدارية إلى المركز لتكون قاعدة بيانات إحصائية ضخمة لمختلف القطاعات. فريق العمل الكفء والمتنوع الخبرات عمل منذ إنشاء المركز عملا دؤوبا بروح فريق واحد، ووفر لنفسه بيئة عمل متميزة تقدر الإبداع والإنجاز. فأثبت الفريق قدرته على جعل المركز متميزا ككل شيء يرتبط باسم دبي. فكان لابد لمركز دبي للإحصاء تحقيق الريادة والتميز في العمل الإحصائي، وتمكن من توثيق ارتباط الريادة والنوعية والإبداع الإلكتروني باسم مركز دبي للإحصاء. رؤيتنا مركز إحصائي متميز عالميا يدعم التنمية في إمارة دبي. في فترة زمنية قياسية حقق المركز الريادة في الخدمات الإحصائية الإلكترونية من خلال تصميم وإنشاء نظام الربط الإحصائي الذكي، نظام الإحصاء الإلكتروني لإمارة دبي، ونظام مؤشرات دبي الإحصائية المصمم لتقديم الدعم الإحصائي لصناع القرار. كما وتوج المركز خدماته وإدارته المتميزة لعلاقاته مع متعامليه وكفاءة عملياته الإدارية والفنية ومستوى تحقيقها للمعايير البيئية، ليكون أول مركز إحصائي في العالم يحصل على شهادتي ISO 9001 وISO 14001، هذا فضلا عن التطبيق والتدريب على الأنظمة العالمية مثل نظام ديفنفو. وقد توالت الإشادات بإنجازات المركز والتوصيات الدولية للاستفادة من ممارساته. وقد نال المركز شرف تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حين حقق المركز الأول ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بفئة تقدير التميز، حيث وصف سموه فريق المركز بالجنود المجهولين من على منصة التكريم. وقد تكرر ذلك الشرف عندما حققنا المركز الأول بفئة أفضل نتيجة لرضا الموظفين. ولا يمكن لذلك أن يتحقق لولا وعي القيادة بالأهمية الاستراتيجية للعمل الإحصائي. فقد وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتقديم الدعم الكامل لمركز دبي للإحصاء، ليفتح الأبواب على مصراعيها للاستمرار في السعي لتحقيق رؤية المركز بأن يكون مركزا إحصائيا متميزا عالميا يدعم التنمية في إمارة دبي كي تكون واقعا ملموسا. ولا يتوقف اهتمام القيادة بالعمل الإحصائي هنا،
فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخطة الاستراتيجية للمركز في حلتها الجديدة، والتي تضع خطة دبي الاستراتيجية على قمة أولوياتها. وأصدر سموه توجيهاته الشهيرة بتكثيف التعاون مع المركز ليكون عتبة جديدة للارتقاء بالعمل الإحصائي. ولا يحيد المركز عن التزامه بمسؤولياته تجاه المجتمع وتجاه هويتنا الوطنية، سواء من خلال التنظيم أو المشاركة في البرامج والفعاليات المجتمعية والوطنية. ونسعى لتثقيف المجتمع بشتى الوسائل وبناء أجيال واعية إحصائيا، والتواصل مع مختلف فئات المجتمع بأساليب مبتكرة تضمن وصول رسالتنا إليهم. نحن لا نعمل وحدنا، بل نعمل دائما جنبا إلى جنب مع شركائنا، ونحرص على الارتقاء بشراكاتنا المؤسسية لأعلى المستويات، ونجاحنا لن يكون إلا معهم. لا ننجح إلا بتلك الجهود الكبيرة التي يبذلها جنودنا المجهولين بفنهم في التعامل مع أكثر من 200 جنسية، وتحملهم ظروف العمل الميداني والتفاني في العطاء والإبداع المستمر. ولا ننجح إلا بذلك الدعم الذي نلقاه من قيادتنا، ليكون مركز دبي للإحصاء داعما إحصائيا لعمليات التخطيط التنموي وصنع القرار، من أجل مجتمعنا ومن أجل الأجيال القادمة.